واحد يسأل فيقول أنا أعاني من والدي، أبلغ من العمر 26 عاما، لم أره يوما يسجد لله أو يصلي، شديد الغضب، كثير السب والشتم، بعض الأحيان أعوذ بالله يصل به الحد إلى سب الذات الإلهية، والمصيبة الكبرى أنه نص سارق، وقد بدأ في السرقة في سن مبكر من عمر 18 سنة، ويبلغ من الآن من العمر 48 سنة ولا يزال مستمرا على ذلك، ويرضى المال الحرام رغم أنه سجن عدة مرات والعياذ بالله، أيضا يتعاطى المخدرات، هي ظلمات بعضها فقع يستدعي بعضها بعضا، اللهم اربط على قلب هذا الولد يا رب، ويتعاطى المخدرات، نسأل الله أن يصلحه، وقد ظلمني أنا وإخوتي وأبى أن يستخرجنا إثباتاتنا شهادات القيد لكي نعمل أو ندرس، نعم، وكذلك هو سليط اللسان على الناس، يتحدث في أمور الناس السيئة في كل مكان، وأنا الآن على خلاف معه وتركت المنزل، أفتوني في أمري، سبت البيت ومشيت، أعمل إيه؟ طيب أقول له لا تملك يا ولدي إلا المناصحة والصبر والمصاحبة بالمعروف، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، لن يكون والدك على كل ما ذكرت بأسوأ ممن قال الله فيهم، وإن جاهداك على أن تشرك بي، دول شغالين في فتنة ولدهم عن الدين وفي حمله على الكفر بالله ويجاهدونه على ذلك، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ثم ماذا قال بعدها؟ وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، أدي له حقه من المناصحة والمصاحبة بالمعروف، وسل الله حقك وأخلص له في الدعاء، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فرجعني وقال طب ماذا عن أكلي؟ لو أنا موجود في البيت هاكل من الطعام اللي هو مصدره حرام، فهل يحل لي أن أكل من طعام البيت؟ أكلك من طعامه الذي حرم لكسبه وليس لكونه مسروقا أو منهوبا، هذا من مواضع النظر والأمر فيه واسع، يعني واحد بيتاجر في المحرمات في الخنزير مثلا، تبعت هذا الكسب على كاسبه على الذي كسبه، لكن لو أعطاه لأحد من الناس أخذه منه بطريق مشروع بيع وشراء ولا هبة، فالتبع على كاسب هذا المال، ما احنا بنتعامل مع المحلات هنا في هذه المجتمعات ومصادر أموالهم فيها مشاكل، لا علاقة لنا بمصادر أموالهم، نحن نحلل ونضبط كيف تنتقل أموالهم إلينا بعقد مشروع، ومش بقول له أنت ملك ده أنت جبته من الربا وجبته من القمار وجبته من الخمر بحرام علي أتعامل معك، لا، ما هكذا تنظر، ولا أصيبت الحياة كلها بالشلل، المسؤولية على كاسب المال وعلى حائزه، إذا انتقل إلى غيره بطريق مشروع فالمسؤولية على الذمة الأولى، لا يتعدى الحرام منها إلى الذمة الثانية، إلا المسروقات والمنهوبات والمغصوبات هذه محرمة، لذلك هو سرق هذا الطعام بعينه، إذا تأكل من هذا الطعام بعينه أنه مسروق مغصوب منهوب، فيما عدا هذا ما حرم لكسبه التبعة على كاسبه وعلى حائزه، أما إذا انتقل إلى غيره بطريق مشروع بالهبة بالبيع بالشراء بالميراث يبقى كل نفس بما كسبت رهينة،
وكل امرئ بما كسب رهين، عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بناصية أبيك إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يرده إليه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمين.